ودجنان صباح النور. صباح النور سميرة، صباح الخير لكم جميع. ما نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نضبوا الزرابي اولا لي موكيت. فكنعرفوا بان الزرابي هما انواع، كاينين لي تابي اللي تيكونوا هما سانتيتيك، كاين اللي كيكونوا اصطناعيين، كاين اللي كيكونوا ديال الصوف، كاين اللي كيكونوا ديال الحرير. دونك حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نتعاملوا مع هذا الزرابي، اولا كيكونوا بويض اولا كيكونوا ديال الالوان. فملي كيكون عندنا الزرابي بحال هادو كما شفتيهم بحال الى شويه محفرين، هنايا فينا عندنا شويه ديال الوسخ، هنايا بغينا نردو لهم اللون اللي غادي شويه يضويهم، ما يبقاوش بحال هكذا بحال موسخين. اول حاجه خصنا نعرفوا بان الزربيه قبل ما نطفوها خصها ضروري ما تكون تسست مزيان، يا اما نكونوا دوزنا لاسبيراتور بالنسبه للناس اللي عندهم لاسبيراتور ولا ديك النفضه البلديه ديال الكراطه. الوغ هنا غادي ناخذ واحد جوج معالق ديال البيكربونات وغادي ندير معاهم واحد الماء غازي بطريقه رائعه جدا. باش انا كنت نعرف الماء غازي بوحدي ما عرفهاش بالبيكربونات، كيعطي واحد اللمعه للزربيه رائعه جدا. دونك غادي نديرو بحال هكا. عجيب سي فري كو البيكربونات تزيد كنعرفو نصع كتنصع، هو كذلك معقم. بيكربونات دو صود فهو معقم. غادي نحركوها مزيان. الناس اللي ما عندهمش بيكربونات دو صود كيمكنوا يديروا الملحه. حتى الملحه الصودا دابا موجوده في بزاف عند البقاله، حتى الناس اللي ساكنين بعاد وما يمكن لهمش وما عندهمش يديروا الماء غازي ويديروا الملحه. اييه هنايا غادي ناخذ هنايا الا كان زربيه بحال هذه، زربيه اللي هي روميه واصطناعيه، كيمكننا نستعملوا الشتا اللي هي شويه حرشه. الزربيه اللي كتكون بحال هذه ديال الحرير ضروري نمشيو غير الشتاء اللي هي رطبه، لان سينو غادي نخسروها. وهنايا كناخذو وكنبداو نجي هنايا غادي نوريك، غادي نحكو على هذه الطريقه هذه. وحنا غاديين حتى كتزربيه كلها كنحكوها. من بعد غادي ناخذ واحد المنديل اللي هو ذا نقي نفزكوه بشويه ديال الماء عادي. ضروري خصنا ضروري ونحيدو من الفوق. ومن بعد الا كنا بحال دابا هذه غير طبيعه وحده اللي تحت ومزروبين وغيجوا عندنا الناس، ديك الساعه كناخذوا السيشواخ وكنلبسوها الزربه. يا ديجا راه كيبان لك الفرق اكيد بين اكيد بين اللون واللون. صافي ها هي دي بسات، وبالتالي كيمكننا نحيدوا الاشياء اللي هي دي موسخه. الا كانت كلها انا عارفه بحال باش ناخذوا المنديل وتندوزوا لها الماء الغازي نقدروا نديروا هذيك غير باش هذيك غادي نديروها للزرابي بحال دابا اللي بحال هذو. انا غادي نوريك زرابي ديال الحرير. هنايا غادي ناخذوا الماء الغازي غادي نديروه في واحد الفابوريزاتور، وغادي نجيو لهنايا غادي نرشو. غادي تشوفي غير بحال هكا ما نفزكوش بزاف، غادي نرش غير بحال هكذا. فهذه كلها زربيه ديال الحرير، وغادي نمشي نمسح. شوف المعه كيفاش كتغطي. شتي عرفتي تتحيد حتى هذيك الغبره الوسخ كلشي. فكما كتشوف شوف اش كيفاش كتنقى الزربيه وشوف شحال ديال الوسخ كيتحيد. فهذه طريقه ثانيه. الطريقه الثالثه اللي هي جد سهله هو اننا والناس ما كيعرفوهاش كناخذوا القشور ديال البطاطا كنديروا معاهم الماء سخون. هذه حتى هي باش كنعطيو واحد اللون بحال دابا الا ما عندناش الماء الغازي وحنا بغينا نعطيو واحد اللون للزربيه نقيوها كناخذوا هذا الماء يكون سخون الماء سخون وكنمسحوا على هذا الشكل هذا باش كنلمعوا اولا كنحيدوا كذلك الاوساخ اللي كتكون في الزربيه. هذاك الميدون هو اللي تيشد الوسخ يعني. اكزاكتومون هذاك الميدون كيشد الوسخ وبالتالي الزربيه كذلك كتولي نقيه. دابا غادي نمشيو مثلا لهذا لي موكيت اللي كيكونوا بحال هكا اللون ديالهم كليغ ومثلا طاحت لنا فيهم شي طبعه. هنايا اشنو غادي ناخذوا؟ كناخذوا شويه ديال الماء الغازي غادي نديروا انايا هنايا وهذا يردوا الناس البال بالنسبه للاطفال الصغار يبعدوه عليهم. غادي نديروا الماء الغازي وغادي نديروا معاه واحد جوج قطيرات ديال الامونياك. هادو كيكونوا دوك الطبايع الصعابين ولكن خصنا ضروري ما تكون الزربيه تكون اللون ديالها باهت ماشي الالوان اللي هي حيت الامونياك سبيد الامونياك كيغلي بحال جافيل دونك عندك الريحه شويه صعيبه. صافي
ونسدوه. شتي ريحته شحال مجهده. هنايا دائما لامونياك نخدموه في واحد المحل اللي كيكون محلول ما يكونش مسدود. غادي نمشيو نمسحو على هذا الشكل هذا. كحل شويه سميره كنمسحو باش كنحيدو دوك الطبايع اللي كتكون. هو طريقه جد سهله ولكن كتنفع مزيان. دونك غادي نحيدوهم بحال هكذا كما قلنا الماء الغازي مع واحد جوج قطرات ديال لامونياك. الوغ شنو هو الطريقه الاخرى اللي عندنا اللي كتكون الزربيه دارت لنا الريحه اللي هي خايبه، الريحه ديال الهموله. غادي نمشيو ناخذوا شويه ديال الخزامه وغادي نخلطوه مع شويه ديال البيكربونات دو صود وكنجيو هنايا نديرو بحال هكذا. كاين اللي ما تينشفش الزربيه مزيان تتعطي هذيك الريحه ديال الهموله. ضروري خص يكون الزربيه تهوى مره مره. نعرفوا بان الزربيه خصها ضروري او لا موكيت جوج مرات في السيمانه تنظف، يعني راسفيغاتور فوالا ماشي الغبره وداك الشيء. وإلا شفنا الطبايع ما نخليوش تتولي كحله. الطبعه اللي طاحت غادي نمسحوها. كيمكننا كذلك اللي ما قلت لكمش ناخذوا غير الصابون اللي كنغسلوا به ونديروا معاه حتى هو الماء الغازي ونحكوا به الزربيه كتخرج رائعه جدا. هنا كما قلت لكم ملي كتكون الريحه ما مزياناش كناخذوا شويه ديال البيكربونات مع الخزامه كنديروه بحال هكا على الزربيه كامله او على لا موكيت. نخليوه فيها مده ديال الليله كامله لا غادي ندوزو لاسبيغاتور او كيما قلنا ونفضوها ونفضوها مزيان واحد العصيه كنفضوها. بالتالي منها كيتحيدوا داك الميكروبات اللي كتكون في الزربيه منها كتبقى الريحه جميله بزاف ديال الزربيه. فاحنا يعطيناكم بعض النصائح كذلك واحد الاشياء اللي هي متواجده عندنا في الدار ما كتكونش غاليه لان كنعرفوا بان هاد لي برودوي ديال التابي غاليين بزاف. حاجه اخرى بالنسبه للزرابي اللي كيكونوا غاليين ما نجيوش نحطوا عليهم هاد لي برودوي بالزربه. ناخذوا دائما واحد البونجا او لا منيدل ونمشيو لذاك الراس ديال الزربيه نجربوا واحد شي شويه عاد نصايبوه. كذلك حاجه اخرى بغيت نقولها بالنسبه للي موكيت او لي تابي اللي تيكون حاطين عليهم بحال دابا طبله اللي كتكون ثقيله كتبقى لك ديك الزربيه. وكيشنا غادي ديرها باش تحيدها؟ كتاخذ الحداده اللي كتكون فيها لافابور كتخرج لافابور وكتمشي من الفوق اللي كتلقي لافابور ما تحطيهاش فوق الزربيه يعني كتحطها غير في هذا داك الزغب ديال الزربيه اولا ديال الموكيت عاوتاني كينتعش وكيطلع. شكرا لك والا فظهروا مؤخرا شركات اللي تيتكلفوا بلي تابي الكبار اكيد هذوك تبارك الله عليهم لان عندهم الشامبيونوز تيكونوا عندهم التقنيات عاليه باش هذا. حنا كنقولوا السيده اللي في الدار ما عندهاش امكانيات علاش وضحت لنا واحد الطبيعه ديال القهوه اولا شي حاجه ديك الساعه كيفاش غادي يمكننا. مشكوره جدا هدى جنان على هذه الافكار المميزه جدا. نمشيو للحظه نكملوا فقرات حلقه اليوم من صباحيه دوزام. هذه المره مع فقره التغذيه وسينا بالعياشي.